إذن أرجع هنا بقى لأستاذ إسلام عفيفي، انطلاقا من اقتصاد مفهوم، أنا بقيت عارف أولي من آخري، فلوس بتخش إزاي بتخرج إزاي، أنا بكتسب الاستثمارات إلى آخره. وسيد نائب حسام قال حاجة مهمة جدا، قال لازم طول الوقت تبقى المسؤولية مشتركة والحساب أو المحاسبة مشتركة، بس عشان أعمل دائما لازم أبقى خالق تناغم حقيقي ما بين الوزارات. طبعا. ما جيش مثلا ساعات بنشوفها في اللجان كتير جوه المجلس، تيجي تقول كذا للتخطيط يقولك لا ما هو أصلا قلت للمالية، تقول للمالية يقولك ما أنا كنت رجعت للتخطيط، القصة بتاعت فخاطبتهم فردوا عليا فبعتنا الجواب فراحوا قايلين لي ما سكتش أنا، رحت كاتب الجواب مرة تانية ومرجع. في عندي حالة للأسف الشديد لازالت موجودة بتاعت أصلها مش بتاعتي، دي بتاعتهم هم. صح. عايز اقول حاجتين، ان تنجح الحكومه لما يكون عندها اجنده زي ما حضرتك تفضلت وقلت، اجنده جماعيه، يعني يبقى في اجنده عمل لمده معينه هحقق فيها ايه مع الاخذ في الاعتبار التحديات الموجوده، واذا كان في لا قدر الله ظروف استثنائيه تعوقني تكون ظروف قهريه، فيتبقى مفهوم ومبرر ليه اتأخر الإنجاز أو تحقيق الأهداف اللي هي إيه اللي حطناها كحكومة. دي نقطة. النقطة الثانية الحقيقة، يعني أنا يعني بندهش شوية من نوعية الأخبار إن وزارة كذا توقع بروتوكول تعاون مع وزارة كذا. أنا مش عارف يعني ليه؟ يعني إحنا حكومة قاعدين في مجلس وزراء كل أسبوع قاعدين مع بعض. مش إحنا نفس الحكومة في نفس مش البلد؟ مش هي الحكومة؟ محتاجين بروتوكول رئيس حكومة. هل انا محتاج مع حضرتك بروتوكول عشان نتعاون انا وانت نحل مشاكل كذا او نعمل شغل مع بعض في كذا؟ تعاوننا محدد سلفا بالقانون، يعني ده يعني احنا مسؤوليه زي ما قلنا مسؤوليه تضامنيه، وبالتالي يعني مش لاقي لها مبرر ان نقعد كوزراء مسؤولين نوقع بروتوكولات تعاون. الكلام ده مع دول اخرى، مع حكومات عربيه اجنبيه أو قطاع خاص ممكن مفهوم، لكن دي نقطة قد تبدو بسيطة لكن هي بتعكس قد إيه، أنا آسف الكلمة، إني وكأن الوزراء في جزر منعزلة. هل ده حقيقي؟ هل ما فيش؟ لا بالتأكيد لا، والدليل إن في اجتماعات أسبوعية لمجلس الوزراء ومحضر ومضابط مجلس الوزراء طبعا، وبيبقى في مساءلة من مجلس النواب الشيوخ سؤال بقى يعني وهكذا. ففكرة تغيير الثقافة في الأداء الحكومي مسألة في غاية الأهمية. فكرة إن أنت إحنا بنتكلم على حكومة رقمية وتسهيل الإجراءات وتسهيل الإجراءات على المواطن، كيف يمكن أن تحصل الحكومة على رضا المواطن؟ على فكرة لما الرئيس بيطلع بيتكلم الناس بتصدقه والناس بتقتنع والناس بتبقى بتجد في الكلام فيه منطقية وفي صدق، فاما الناس بتفهم ده بتطمئن ان دفه الامور او السفينه ايه ماشيه في اتجاهها، وبيبقى الامور بعد كل ظهور للسيد الرئيس وتستشعرها احنا يعني بنشوف ده كلنا، لا الامور بتكون افضل طبعا، بتكون اهدى، الناس هدي، المواطن بيطمن. كيف يمكن ان يكون هذا النموذج ملهم في ادائنا كحكومه كمسؤولين؟ فكرة التواصل والتواصل القوي، الرئيس طلب كده كتير من الحكومة، مش بس الوزير يا أستاذ يوسف، الوزير ما هو أصل الوزير مش هنستنسخه 30 مرة علشان ياخد القرارات ويحضر الاجتماعات ويتابع ويراقب ويحط أجندة لا مفيش حاجة اسمها كده. برضو فكرة العمل الجماعي اللي في الحكومة يجب أن تنسحب على داخل الوزارات، تيم أو فريق عمل، فرق عمل مش فريق واحد، فرق عمل، وفرق العمل دي تقدم يعني رؤى وتقدم افكار. عندنا حاجه كويسه حاصله، احنا الدنيا مش سودة بس عشان الناس تبقى، لا خالص، لا احنا بنتكلم في تطوير ادائنا. احنا عندنا مساعدين الوزراء ونوابهم ومساعدين المحافظين ونوابهم، في شباب وفي اكاديميه وطنيه التدريب وفي شباب انخرط في العمل الحكومي ده، وهو صعب عشان تفهم الالياته وادواته واللوائح، ودي دي دي قصه كبيره جدا. فده احنا بنستثمر في ده، كيف يمكن ان يكون العائد من ورا ده لمصلحه المواطن، وبالتالي يبقى في نوع التواصل طول ما هو موجود. مفيش مسؤول على مر تاريخ الحكومات المصريه كان لديه المصداقيه ولديه الرؤيه الا وترك بصمته على الشارع والراي العام.
وممكن تعد حضرتك من الوزراء الكثير اكتر مني. الاداء التقليدي زي بالظبط لعيب الكوره، الكوره تجيله كده يرجعها كده ملهاش معنى، يا ريته ما بصها لك اخرنا شويه. فانت مهمتك ازاي تلعب الكوره من خلف الدفاع، ازاي تعمل يعني تمريره تخلي المهاجم في مواجهه حارس المرمى يجيب جون. دي مهمتنا، مش مهمتنا ان احنا نأدي اداء تقليدي. لو اداء تقليدي بلاها يعني ما لهاش معنى، يعني الشيله تقيله قوي. واي مسؤول، انا والله اشفق على اي مسؤول في منصب عام او وظيفه عامه، لان انك انت ازاي تحفز العاملين معاك عشان يشتغلوا، وازاي تاخد منهم نتائج في شغلهم وادائهم وكذا، وازاي تقنعهم. حضرتك محتاج كمسؤول انك تقنع صح. الجمهور الداخلي انك كفء لاداره هذا العمل. بعيدا طبعا يعني اختياره في حد ذاته ده نوع من بنسميه الوثيقه او التاكيد على مهارته او كفاءته، لكن انت محتاج في الداخل، داخل وزارتك، داخل ديوان الحكومه ومع وكلاء الوزاره ومع المسؤولين وكذا، انك ان تتملا هذا المكان. انت لديك رؤيه ولديك خطه عمل، وهتستفيد من الناس اللي موجوده ازاي؟ لو الناس اقتنعت بده هتحارب معركتك.